إنا أنزلناه قرآن، يبقى قرآن وكتاب الاثنين، أنزلناه قرآن وعربيا. أما قال لك إيه؟ لأن الرسول سيجاهر بالدعوة في أمة عربية، لا بد له من معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله، والمعجزة مشروط فيها ألا تأخذ الناس بالتحدي إلا فيما ينبغون فيه، إنما تأتي لهم بتحدي في أمر لا رياضة لهم فيه ولا صلة. أي واحد يقول لك نحن لم نتعلم هذا ولو تعلمناه لجينا، ما نعرفش الحكاية دي، إنما احنا لو تعلمناه كنا نجيب أحسن من كده. لا، أدي أنتم متعلمين. وفي العرب تقوم ضجة حول البيان والأدب والشعر والقصائد والمعلقات والأسواق، وكل قبيلة تجيب مش عارف إيه وبتاع، يعني إذن زي المعارض اللي بنشوفها الآن للتحديات الصناعية. كانت تحديات إيه؟ تحديات كلامية، تحديات أدائية، وينصب الحكم كده ويقعد يقول ذا كذا وذا كذا وذا كذا. يبقى إذن مسألة إيه؟ صناعة، وصناعة متواترة ومتواردة، ومحكوم لها على جمهرة الناس في أسواق، والأسواق دي تبقى عالمية في الجزيرة ويجوا كلهم. يبقى إذن هم أمة إيه؟ أمة بيان، أمة بلاغة. فيجي لهم من جنس إيه؟ من جنس نبوغهم، ككل معجزة رسول تأتي من جنس نبوغ قومه. فقال إحنا جبناه قرآن عربي علشان تقوم الحجة. وش معنى تقوم الحجة على دول؟ طب انت بتقول القرآن ده جاي للعالم، والرسالة جاية للزمان كله وللمكان كله، يبقى ازاي جايبها العرب؟ قال لك لان هم دول اللي هيواجهوا الدعوة اولا، فلما يؤمنوا كده ويشعر بتاعهم هم اللي هينساحوا بمين؟ بالدعوة. يبقى التحدي مش بألفاظ بقى، التحدي بمبادئ، هذه المبادئ تطغى على مبادئ الحضارة، لا في فارس ولا في الروم، ومن أمة أمية وأمة متبدية. قال لك طب وإيه الحكاية دي؟ اشمعنى يعني؟ أما قال لك عشان ما يقولوش ده قفزة حضارية، بقى الأمة المتبدية اللي ملهاش قانون يجمعها، ده كل قبيلة لها قانون، وغير متوطنين، ما لهمش مثلا وطن، ده يروح النهاردة هنا ويروح هنا بكرة ويروح كل حاجة. تبقى توضع قوانين. لما ذهبت إلى فارس وإلى الروم دهش الناس ازاي القوانين دي يجيبها الاميين دول بدويين اللي ما عندهمش تقليد. قام قال لك علشان نفهم انه منين؟ انه من السماء. لو كانوا متعلمين ومثقفين ولا فارس ولا الروم كان يقول لك زي ما قالوا ايه؟ ده نهضه حضاريه، الحضاره قفزه. نقول له لا يا اخوان، النبي امي والامه اميه، احنا المهم ان النبي يجي بالاسلوب اللي هم فالحين فيه ويتحداهم بالكل، ويتحداهم بعشر صور، ويتحداهم بصورة، ويعمل كل حاجة. ومع ذلك ما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام الإيه؟ أمام التحدي. يبقى إذن كل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ بلسان قومه. قومه أي الذين يقومون معه في إيه؟ في حمل الدعوة إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ العرب. بمجرد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحيا حرب، هل صنع كلية حربية عشان يعلمهم الحرب؟ لا، ده ربنا أعدهم لها من قديم، والغارات والحروب اللي كانت بين القبائل، وتفضل الحرب 40 سنة كل واحد معد المين، بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلا يا حرب كل ايه. وبعدين عمل كده شطار قوي في الحرب، مش عايزين تدريب ولا عايزين اي حاجة، وفي التوتر ما فيش حد له وطن كده بنيله فيلا وبنيله قصر يبقى مرتبط بيه ومرتبط بالمعاش ومرتبط كل واحد بيته على مين؟ على ظهر الجمل. يعني عندهم استعداد انهم ايه؟ فعندهم استعداد لان ينساحوا في العالم، واستعداد اخر انهم يعملوا ايه؟ انهم يحاربوا. الاثنين ينساحهم، لانه لا رباط يربطهم بالارض، ما فيش لهم مشان كذا التوطن، لا ما فيش، يروح والحرب جاهز للايه؟ جاهز حرب اميه. لما يروحوا يشوفوا بالمبادئ بتاعه السماء، وبعد ذلك يجي كده، يبقى الاسلام هيعمل دفعتين اثنين، مندفع بمن امن به للاعجاز، ومجذوب ممن لم يؤمن به للانبهار اللي فيه. دي ازاي دي جيه؟ ازاي الامه الاميه تعمل الحكايه دي؟ يبقى في قوتين اثنين في نشر ايه. ولذلك حين يبحثون عن اسباب انتشار الاسلام في هذه المده الوجيزه عشان يروح الشرق والغرب، نقول له ايوه، لان مش بس بقوه اندفاع من امن به
لا ده بقوة جذب من لم يؤمن به. هم ولذلك تلتفت تلاقي كل فتح تلاقي في ناس عمالين يشدوا في مين؟ يشدوا في الإسلام ليخلصهم من متاعبهم في النظم التي كانوا إيه؟ كانوا يعيشونها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقلنا إن القرآن يتميز عن سائر معجزات الرسل السابقين وعن سائر كتب أحكامهم بأنه جمع المعجزة والمنهج في شيء واحد، وكان الرسل السابقون مناهجهم منفصلة عن معجزاتهم، فلهم معجزة يتحدون بها ليثبتوا صدق بلاغهم عن الله، ولهم كتاب منهج من الله. أما القرآن فقد جاء المنهج هو المعجزة، لأنه جاء للدنيا كلها في كل أزمنتها وفي كل أمكنتها، فلا بد أن تبقى المعجزة مع المنهج ليقول كل واحد آمن بمحمد قبل قيام الساعة محمد رسول بمنهج وهذه معجزته. وقلنا عربيا ما دام قد أرسل للناس كافة فلماذا كان باللسان العربي؟ والأمم تختلف ألسنتها باختلاف مواقعها من تواضعها على لغتها. قلنا إن القرآن نزل عربيا لأن القصد الأول فيه إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال، وبعد ذلك حين يؤمنون به ينساحون في الدنيا ليحملوا معجزة من نوع آخر. هذه المعجزة هي تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الإنسان، مع أنهم أمة أمية لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا حظ لهم من ثقافة، ومع ذلك تحدوا الحضارتين، الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في روما، وأيضا ليتحدوا بغير اللغة، يتحدوا بالاستنباءات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون، وينبئ القرآن بها، فإذا ما انتهت إليها عقول البشر في العصور المتأخرة قلنا إن القرآن سبق ولمح إليها وأشار إليها، وذلك دليل على أن الذي نزل عليه استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الأحداث في الكون، ذلك هو الإعجاز. فإذا قال قائل كما يقول المستشرقون كيف تقولون إن القرآن عربي، وبعد ذلك تأتي ألفاظ تقول هذا اللفظ فارسي وهذا اللفظ رومي وهذا اللفظ يمني وهذا اللفظ حبشي، حتى آمين التي نؤمن بها على دعاء الإمام حين يكتب نقول آمين، قالوا آمين اللي أنتم بتأمنوها بتقولوها كلكم مش عربي دي حبشي، فكيف تقولون إنه عربي؟ فيرقم ما هم يظنون أن كلمة عربي يعني يكون العربي نطق بها من أول ما نشأت لغة العرب، لا، العربي استقبل ألفاظا باختلاطه بالأمم ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه فأصبح حين يتكلم بها يفهمها العربي فبقت عربية انتهى. ولذلك إحنا الآن كل ما يجد أي شيء بنعمل له ايه؟ بنجيب اللفظ بتاعه ونترجمه ونعربه وندخله في ايه؟ في لغتنا، بعد ما يدور على ألسنتنا ونتفاهم به يصير ايه؟ يصير عربيه.